كثيرون يطرحون مثل هذا الكلام. يمكننا أن ننتفع من تجارب الآخرين، ولا شك أن التجربة الأوروبية لو أردنا دراستها ولو أردنا الانتفاع العملي منها ففيها الكثير من الفائدة والمنفعة لواقعنا الشيعي، لكن أن نستنسخ هذه التجربة هذا الكلام يجانب الصواب كثيرا. التجربة الأوروبية ليست مثالية، التجربة الأوروبية تشكل أنموذجا في التاريخ البشري للنجاح في الحياة الدنيوية. نحن متدينون، نحن لا نريد أن نبعد الدين عن حياتنا. النجاح الأوروبي كان نجاحا في النظام السياسي، كان نجاحا في إيجاد الحياة اليومية المرفهة. أوروبا وبنحو عام الحضارة الغربية، إننا حين نتحدث عن الحضارة الغربية فإننا نتحدث عن أوروبا وعن الولايات المتحدة وعن كندا وعن استراليا وعن دول أخرى سارت في هذا المسار، ويمكننا أن نلحق اليابان أيضا بهذه المنظومة. هذه الدول نجحت في نظم حياتها الدنيوية، لكنها ما نجحت في نظم حياتها الدينية. وبالمناسبة فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، إن كان الحديث عن الفاتيكان أو كان الحديث عن المؤسسة البروتستانتية أو سائر الاتجاهات المسيحية الأخرى، فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول. هناك غطاء خارجي، إذا أردنا أن نخترق هذا الغطاء الخارجي فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول. لا شأن لنا بأجواء المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، حديثنا عن واقعنا الشيعي. مشكلتنا مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مشكلة في المنهج الديني، مشكلة في المنهج الثقافي، مشكلة
في المنهج الدرسي. يمكننا أن ننتفع من التجربة الأوروبية فيما توصلوا إليه من أساليب ومن نظم في تنظيم حياتهم السياسية، في تنظيم مؤسساتهم التعليمية، في تنظيم واقعهم العمراني، إلى بقية التفاصيل التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. أما في الواقع الديني فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول، وإنما لبست لباسا ظاهريا يتماشى مع واقع فرض عليها. هناك فوارق كبيرة فيما بين ما تتبناه المسيحية وفيما بين ما يتبناه الإسلام. لا يمكننا أن نتحدث بهذا المنطق بنحو الاستنساخ، أن نستنسخ التجربة بكاملها. يمكننا أن ننتفع من هذه التجربة، ويمكن للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أن تتعظ من هذا الواقع التاريخي. فإن الأيام القادمة قد تجعل الناس يفعلون مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما فعله الأوروبيون، أن يجعلوها في معزل عن واقع حياتهم. لابد أن نعرف من أنه لا يمكن أن تزال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ولا حتى باقي المؤسسات الدينية الرسمية في العالم، لأن المجتمع بحاجة إلى مركز للشرطة، وبحاجة إلى مدرسة، وبحاجة إلى مستشفى، وبحاجة إلى مؤسسة دينية. قطعا إذا كانت تلك المؤسسة قادرة على أن تلبي بعض ما يحتاجه ذلك المجتمع، بغض النظر عن نوع الديانة التي تتبناها تلك المؤسسة. هذه القضية موجودة على طول التاريخ. فمثلما يحتاج المجتمع إلى المستشفى، ويحتاج المجتمع إلى المدرسة وإلى مركز الشرطة وإلى مؤسسات أخرى، يحتاج إلى المؤسسة الدينية. أنتم الآن تلاحظون كل الشعوب بشكل عام، حينما يولد المولود هناك طقوس دينية موجودة عند كل الشعوب، وحينما يتزوج الناس كل الشعوب عندهم طقوس دينية والتزامات دينية، وحينما يحدث طلاق، وحينما يموت شخص، وتفاصيل أخرى. نحن إذا نظرنا إلى أبرز الأعياد في العالم إنها أعياد دينية، حتى لو غيرت بشكل آخر، ولكن إذا بحثت عن أصولها فإن الأعياد المشهورة والمهمة في حياة كل البشر، إذا ما بحثنا عن جذورها ف
فإن جذورها دينية، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن الدين. مثلما هناك حاجات عند الإنسان تلبيها المؤسسة الصحية، وهناك حاجات عند الإنسان تلبيها المؤسسات التي تنتج المتعة والإمتاع، هناك حاجات عند الإنسان لا تؤمنها إلا المؤسسة الدينية، بغض النظر عن نوع الديانة وبغض النظر عن أن الديانة من صنع الإنسان أم من صنع الرحمن. هذه ظاهرة موجودة على طول تاريخ البشر. الآن إذا أردنا أن نبحث في الآثار المتبقية من الحضارات السابقة فماذا سنجد؟ في الأعم الأغلب إننا سنجد بيوت الدين، المعابد هي التي تبقى. لماذا؟ لأن الناس يهتمون بها، ولأنهم ينفقون الأموال الطائلة على بنائها، وتبنى في أفضل المواقع الجغرافية، وتبنى بأحسن مواد البناء، لذلك تبقى. هذه قضية واضحة في كل الحضارات. الآثار الباقية إما هي قصور الملوك وإما هي المعابد، وفي الأعم الأغلب هي المعابد. وما بقي من الأصنام ومن الآثار الكثير منها يحدثنا عن الثقافة الدينية التي كانت تتمسك بها تلك الشعوب وتلك الأمم. لا نستطيع أن نعزل واقعنا الحياة عن الدين. المؤسسة الدينية حاجة ضرورية. النقاش هنا هل أن المؤسسة الدينية على وضعها الحالي قادرة على أن تقود مسيرة الشيعة بالنحو الذي يقودهم إلى نصرة إمام زماننا؟ السؤال هنا، هل هي قادرة أو ليست قادرة؟ إذا كانت قادرة فكل الكلام سينتفي، إذا لم تكن قادرة فلا بد أن نبحث عن العيب، لا بد أن نسعى. قطعا هذا الكلام نظري، وإلا فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. هذا الكلام نظري فقط. هذا الكلام يأتي في سياق الإجابة على سؤالك. أن نبحث عن عيوب هذه المؤسسة وأن نسعى إلى إصلاحها. هناك فارق كبير جدا بين الواقع الأوروبي وبين واقعنا الديني، لكننا لابد أن نسجل هذه الحقيقة من أن ما وصلت إليه الحضارة الغربية في نظم الحياة الدنيوية يعد أنموذجا في تاريخ البشرية. نحن إذا أردنا أن نبحث في كتب التاريخ فإننا لن نجد صورة ترتبط بنظم الحياة الدنيوية كصورة التي عليها الحضارة الغربية في واقعنا المعاصر. مثلما قلت، الحضارة الغربية ما هي مثالية؟
لكنها نجحت نجاحا باهرا في نظم الحياة الدنيوية. نحن في واقعنا لا نجحنا لا في الحياة الدينية ولا في الحياة الدنيوية، وحديثنا هنا في واقعنا الديني. في واقعنا الدنيوي نحن لا نملك تجربة لا في التاريخ الشيعي وإلى يومنا هذا، ولا في التاريخ السني أيضا لا نملك تجربة ناجحة في نظم الحياة الدنيوية كما نجح الغربيون. هناك مبالغات في الحديث عن تاريخ المسلمين وتسطير إنشائي. لو أردنا أن نبحث عن حقيقته لا حقيقة له. إلى يومنا هذا هل هناك من تجربة واضحة في الواقع الشيعي أو في الواقع السني يحتذى بها؟ ما عندنا الآن في إيران مثلا، التجربة الإيرانية نجحت في جوانب وأخفقت في جوانب، ولكنها ليست بالمستوى الذي يكون أنموذجا يحتذى به. التجربة الشيعية الإيرانية نجحت في جوانب وأخفقت في جوانب أخرى. أما في الواقع السني فإننا لا نجد تجربة ناجحة، حتى إذا أردنا أن نؤشر على التجربة الإخوانية في تركيا فما هي بتجربة سنية أو إسلامية؟ هؤلاء تلمسوا المسار الغربي لأنهم يريدون أن يلتحقوا بالركب الأوروبي. حدثت عندهم مشاكل، نحن لا نريد أن نناقش كل التفاصيل، ولكن الخلاصة نحن لا نمتلك مثالا واضحا ناجحا في واقعنا الشيعي وحتى في الواقع السني يمكن أن يشكل أنموذجا في أنظمة الحياة الدنيوية، بينما هذا الكلام يصدق وبشكل واضح ومن دون أدنى مواربة على ما وصلت إليه الحضارة الغربية في نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وعلى كل الصعد التي ترتبط بحياة الإنسان اليومية. الكلام قد يطول ويتشقق ويتشعب، أكتفي بهذه العجالة، وإذا كان لديك من تعليق أو لباقي الأخوة الحاضرين فأنا كلي سمع. نعم سماحة الشيخ، أشرتم إلى أن التجربة الأوروبية يمكننا أن ننتفع منها، ففي الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية الشيعية عمليا كيف يمكن لنا أن ننتفع منها؟ في الواقع الديني القضية مستعصية جدا، لا أعتقد عمليا. نظريا يمكن أن ننتفع من أنظمتهم وأساليبهم الأكاديمية والتعليمية. ما هو الجانب الدراسي والتدريسي والبحثي هو الذي يشكل جوهر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية،
مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية قائمة أساسا في جوهرها على الدراسة والتدريس. يمكننا أن ننتفع مما وصلت إليه الحضارة الغربية في مناهجها البحثية والعلمية وفي برامجها التدريسية، وسيغير ذلك وجه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بشكل واضح. لكنني لا أعتقد من جهة عملية سيتحقق هذا الأمر، فإن الواقع المسيحي داخل المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لم يتأثر هو الآخر إلا في المظاهر فقط في المظاهر والقشور. لا زال التحجر هو داخل المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، خصوصا في الفاتيكان. هناك تحجر موجود في كل المؤسسات الدينية في العالم، لا نريد الحديث عن سائر المؤسسات الدينية في العالم، لأن السؤال بدأ عن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. هذه المؤسسة تعاني من التخلف والتحجر الواضحين جداً.